الجبل دي موجودة على جبل كاترين وموجودة بس على جبل واحد وفي أماكن وأماكن واحدة، وشجرة مباركة يعني ما بالنسبة لنا احنا مباركة يعني شجرة عليغة ممكن موجودة هي شايفين الشجرة تغسلها تمسحها ما تطلعش، بس هي بركة في البيت بنحس بيها وبنرتاح لها نفسيا. بس الأماكن دي بتطلع مكان موسى ما مشي سيدنا موسى، مكان اللي مشي فيه موجودة الحجرة دي بس مش موجودة في أي مكان في العالم تاني غير في سانتا كاترين، وهي بركة بنحطها في البيت وبناخدها تذكار ونبيعها للسياح. فبتكلم على قمة جبل موسى وجبل المنجاة وجبل كاترينا، الجبال الثلاثة يعني تحس إن جبل موسى الجرانيت فيه أحمر وأسود لأنه اتجاه جبل المنجاة، فجبل المنجاة الجبل اللي الدك ده، جبل اللي الدك ده الميزة فيه إنك تحفر متر بعد كده بتلاقي الحجرة الحمراء اللي هي طالع فيها شجرة العليقة، إحنا متأكدين من ده وبنقول شجرة العليقة. فبالنسبة للجبال دول يعني فيهم الحجر الموجود ده، اما بقيه الجبال لا طبعا في سانتا كاترين. فبالنسبه طبعا للوان الحجر عندينا في لون للحجر شكل اللي هو في حرف الجبل وده من قلب الجبل، بعد متر بتلاقي الحجر ده، اما حجر الجبل الاساسيه يعني سودا مش موجود منها يعني حاليا عندي هنا، بس الشكل ده اهي ده في الوش في الاول اهي، بعد كده بعد متر بتلاقي الحجر دي وتلاقي الحجر دي والحجارة اللي فيها شجرة العليقة. كلامنا النهاردة إن شاء الله باختصار عن منطقة سانت كاترين وجبل التجلي، الجبل اللي بيغلب عليه حجر الجرانيت، واللي بيغلب في حجر الجرانيت من اكثر مكونات في حجر الجرانيت الكوارتز اللي بيتكون من ثاني اكسيد السيليكا. تمام، في حجر موجود في منطقه جبل التجلي ومنطقه سانت كاترين واخد شكل شجيرات من جوه او استنبت نباتات او اعشاب من جوه باللون الاسمر، وسبب اللون اللي موجود او الشكل اللي موجود ده هو ثاني اكسيد المنجنيز او اكسيد المنجنيز عموما. في كمان نوع تاني من الحجاره موجود هناك هو عباره عن شكل مسدس مستطيل او سداسي بينتهي بشكل مدب من فوق او هرمي، وده مكون من الكوارتز ويطلق عليه الكوارتز المدخن. في نوع تالت من الحجاره موجود هناك شكل مدور كده او شكل دائري او مدور بيبقى جواه عباره عن كريستالات بيضاء، وده بسبب عنصر تكون عنصر السيليكا جواه او عنصر بحري عنصر السيليكا جواه. تمام، في ناس اختلطت او اختلط عليها الامر وقالوا الشكل الشجري اللي موجود جوه صخور الجرانيت اللي هناك بيرتبط بشجره العليقه المقدسه او الشجره المقدسه اللي موجوده في دير سانت كاترين، وده فيه مخاطئ لان السبب الاساسي في تشكيل الشكل الشجيري اللون الاسمر الموجود جوه حجر او صخور الجرانيت هو اكسيد المنجنيز.